بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه. وهنكب الله بإن آيات تضبات إياكو إلى آيات سدات إيا أفر سورة القصص. الله سبحانه وتعالى أدردي سؤنو الشهري وحاود بيس وهو الله الله وي. لا إله إلا حق لعبد ما ترى إلا هو استجم ويان له ألا وحوسنا ذي الحمد مهات في الأولى تهرؤ الدنيا ولا آخرة والله بضع أفعاله وكل هتينها الله سبحانه وتعالى وله الحكم حكمك الله إسكالي يا مملكة وإلى حق سترجعون الذين علينا قل وحاتلا أرأيتم بل ورما إن جعل الله الله دوكي عليكم دشين الليلة هبينك سرمدنك دائمة إلى يوم القيامة قيامة يوم كيسا لقاله من إلهيبا إله إلهه غير الله ألا غير كيهو يأتيكم إذن لا إيمان لها بالذيان إفتين أضع كواركتا أفلا تسمعون بإذا وحب فهم إنوي سمعه وحب بإذا وحب فهم إنبا لقوضة أفلا تسمعون وحب إذا المغلين وحب فهم إنوي. الله سبحانه وتعالى النعمة ديسة هبينك هدو دائم كيال أواب بريواي افتين بلواي لباتد الله كل ملها كالي أرق عريا إذن كيني لها هدو ألا هبينك دائم كدقوا إلى يوم القيامة عدة افتين إذن كيني لها إذا تكون شقيسا لها إذن وأيو ومالين إذن كيني لها بالمثل أما الضيح إذن كيني لها واعدة وإله هذا الشيء أول مركا عد شيء كتامة شرس عد سبدي يا أرضا أنيقا وحكا قبنتلي إنك سو إله نماء الشيكتين إله هدى لما هيو. قل وحاتلا أرأيتم بل ورما إن جعل الله الله دوية عليكم تشين الليلة بينك سرمدنا كي دائمة إلى يوم القيامة إلى قيامها من أحد كيبا إله إلهه غير الله إلا غير كيه ويأتيكم إذن لإيمان لها بالضيائن إفتين هذا إفتين ثتان فلا تسمعون ميدا مغلين سماع فهم وين إذا وحب فهمين. قل وحاتلا هدنا مركلة أرأيتم بل ورما إن جعل الله الله دو كيالا عليكم تشين النهار ما أنت سرمد أنت شوكتا إلى يوم القيامة أنت قيامها لك قاليو من أحد كيبا إله إلهه غير الله إلا غير كياه ويأتيكم إذن لئم الله بالليل هبين تسكنون أضحسسان الرحيستان فيها من كدعنيس فلا تبصرون بيذن حق أركين الله صدا يالا ما تقرتان الرعضاوي هذه مالين شوكتان نقطه وهبين بلواي ما انتون نمبر كالداشان هبين كاتر حيسان الله إذن أول الله سبحانه وتعالى لبضو دو إنو أقول طالق على مدن إلا رحيسه من الله شقيسه ووحد به بأوينة شرين والعجيس لها هبين ميران وياه والعجيس لها مالين ميران هتيتهين والعجيس لها والله يابلها دو حالة شكا دونك ميلك ميدا إسويدا نوكالئيو أفري لبعطان ساع ويا لرسون كوت وأفر إلى باطن صعبين قرحة دعين انت يدعي وهبين أيتهين الله بسع كما بدنا لي وقتيها قاركون مركا الله سبحانه وتعالى النعمة ذا سئين وشيء قلوا حاتنا أرأيتم بل ورما إن جعل الله الله دوية عليكم تشين النهار مالنتا سرمدا تيجي وكتاء إلى يوم القيامة قيامة يوم كيسا لقى قارو من أحد كيبا إله إلهه غير الله ألا غير كأه ويأتيكم إذن لئم الله بالليل هبين تسكنون أضحسشان فيه أضراحيستان فلا تبصرون الحق حق مويدان أري أدو الله سبحانه وتعالى وشوكين لما نيجي ومن رحمته ألا الرحمة دي صدرتين يجعل لكم إذن كيالي الليلة بينك والنهار إذن كأبوري لتسكنوا إن أضحسشان فيه بينك الدعليس ولتبتغوا إن أضلبتان من فضله رزق جيسا مالنتا ولعلكم تشكرون أتكشوا في ذا المركة إلهي هبينك مالنتي وشوكين لما نيجي هبينك والله راحيسن مالتينا والله شقيسن وفيزق قال راتن مالك ماشن الليل والنهار مالك اللي تسكنوا فيه وحي الله ترتيب ويؤه لتسكنوا فيه دوا هبينك لتبتغوا من فضلنا ومالتا سلاسي أكله الرئيان بلوك العليني مالك الله رحمه سبحانه وتعالى هبينك مالتي بشوكي لما ني مالتي وات شقيسن ايسان هبينك والله راحيسن ايسان تيالا كشكري أمرك الله عليكم تشكرون الله وحسيدا أيالا إنا كشكري ذا والنعمة دي تكشكري ذا شكري قلنا وحاوي
shukrigu far badan yahay shukriga arabka waa laga shukri karaa qalbigan waa laga shukri karaa waa inaad daacada badisho way shukrigu waa inaad daacaysato oo Allaha ku kalsoonaato oo ku xamdido way shukriga kama tahay daacad oo la badiyay wamin rahmatihi allah rahmadi sadarteed yujala lakum layla habeenka idin ku sameeyay iyo wan nahara maalinta litaskunu inaad xasishaan fiye habeenka dhaxdiisa oo raaxaysataan oo seexataan weli tabtagu inaad dalabtaan min fadlihi rizqigiisa maalinta iyo walaalakum tashkuruun inaad alla ku shukridaan yowma maalin markala lagu celiyo dhow goorba ina soo martay yowma maalin bal xusuunaadihim alla uu dhawaaqay fayaquulu ulihi ayna shurakaayi ila wadaajiyaashi aad ila wadaajin jirteen away alladiina kuwii kuntum adayn tascumuuna kuwa sheega inay idin anfacayaan xaggay u kaceen marka hadda ilaahay baa la hadli baa la leeyahay meelaha qaarkoodna laa yukallimu llaahu ilaahay la hadli maha yeelay meelaha qaarkood way badan tahay qiyaamada waqtigeedu marka la hadalka aan lala hadlayn waa hadal wax u tara yaa lala hadlayn marka tan waa taqriic waxa la yiraahdo waa qalbi dilaacin marka sidan la leeyahay cilmi la weydiin maayo xaggay u kaceen cilmi ahaan loo weydiin maayo iyaga qalbigooda lagu xanuujinayaa way wayowma maalin bal sheeg yunaadihim alla uu u dhawaaqay fayaquulu u dhahi ayna shurakaay kuwii ila wadaajin jirteen away alladiina shurakaadi kuntum adahideen tajcumuuna kuwa sheega inay idin anfacayaan ونزعنا قيامه بقى للتاقية وكسو سارينا من كل أمة أمد والبشهيدة كم مرخاتك أمد والرسول كذي بقى لسو ساري فقلنا وحانو دي مركز رسولك ميدي سوى قارسية ها أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمد هكالا انت وضع بداني نما سوى قارسية نما دي ما جاءنا من بشير ولا نذير بيدها هيا فقلنا وحانو دي هاتو لك علي برهانكم وكاد دي دين أنبياء دي بل حجدي إني كان وحي مرتين وبعض لهاي بل دليل كان فعلموا وحيوغانيا قوبتا مركا لتشوغو أن الحق حق لله الله ينصرنا عليه حق الدين تهاي اللي سودجي إن ألا ليهي وظلوا وحاكلمي عنهم حق وضو ما سيقي كانوا أهيين يفترون كوي بين أبورتا وحيديه تيرين كوانا نوشفة عقادي يكوانا وضادي حقه إذن مريني كوانا نودن باللافي كوانا نبريينا وحيديه تيرين مالوك علواء مهم وكان صومرهي kuu iska bariyeeliba anaga banuma ina caabudi jirin bayde hana sheeganina way meeshii Soomaali u tidaa hana sheeganin oo meeshii Soomaali u tidaa way ruuxa ugu xun ciilka ugu daran ruuxa la ilaahay sheeganin balka waran ciilku qabay koor waa sidoo kale way Allah wuxuu leeyahay wanaazacna wa kasoo saareyna min kulli ummatin ummad walba shahiidan kii ku marqaati ka ciilaha sida ugu saxiixsan waa rasuulka ummad walba rasuulkeeda فقل الله وحن الله ده بودي هاتوا لك على برهاركم حجدين لك عليه فعلموا وحي أجان يجوب تامر كي تجان أن الحق حق لله الله إنه أصبنا ذي عبدتان كم متك مطاي كرسوس صادري إنه الله يهيب جرنا يا وظل الله حكل معهم حق هذا ما شيء كانوا أيهاين يفسرون كوي بين أبوسا قصة كلو النبي الله موسى صامر تبع إنه شيء إن قارون إنك قارونه كان وحوها من قوم موسى موسى قوم كيسو أهايو مثل بني إسرائيل وها فبقى عليه وكو كبري ماذا حسين تاقيو وكو جهز جهزي واتيناه وحانسي نيبو ألا يلي من الكنوز حول حقود ما شيء إن مفاتيح فرياشيسو لتنوء عصلين بالعصبة الجماعة ولقوة حوق صاحبه إذ وقت بقى إذ وقت قاسي قال له قومه قوم كيسي أي كوي لهذين لا تفرح ورا فرح فرح كبير وي فرح كلي عادي قام هو فرح كبير إن الله الله سبحانه وتعالى لا يحب متع على الفرحين كوا فرح متع له كبير ورا فرح وفرح هذا يسكت بين هذين وابتغى ضل بينهن فيما أتاك الله ألا وحوك سيين الدار الآخرة دار آخرة وحن ألا كسي كذ لبا كوج النقل أو صدق قيس أو ألا عابد ولا تنسها إلوبين نصيبك سدك من الدنيا الدنيا ضاعت كلها سدك ماشين وحويه آخره كوكس حولها نعطيسه سدك هذا الدنيا ذا كلها إنا عنا عب عب وكره حيسه سد أنت هذا الدنيا ذا كلها ويكون بنانته مواحق واحد أنت استعمال كرهات آخره كرهاته الدنيا ذا الحقيقة تنانه الدنيا ذا كره حيسه ساتي كوي هذا قارون كاسو حسوا لي ذو حيت هذا حولها
باسون قناعات كلهين ومال قارون بالصومالي زي يعني سيدنا نكا قارون كحوليس وقناعات لهين ومسألة شرتوي وهو مال قارون وحاسب عليه مركب واحد كويل هذين قارون نكا اللي راح تقام كموسى هو كبري وذلمي وهو البوسمي حوليه سوح عليه فريود ككلية يا أفرتن بغلاد بحط يا لغوراري أما كنت بغلاد بالغوراري هو ده حيوغلي فرياش واحد كسم يسنين بالعيدي حرق حرق الأدب ملمنت كسم يسنين هل كيف فر بقى خزينة بفر وها مرك فرياش أنت عليك أنت خزينة ذود ويا مرك يا قاضي كنا أنت خزينة يا قاضي كنا فرياش ودي كلية يا تما عدن أو جاديه يعني قاضي كنا أوين بدل لغوراري هو يران أفرتن بالغوراري أنت ليكين مرك حاله هسا marka waxay ku jiraan qoomkii wadayo ha kibrif kibrada iska da ilaahay ma jecla subhanahu wa ta'ala dadka farxo oo farax kibir farxee waxaan alla ku siiyay aakhara ku dalabo aakhara ku gaad isla markaana nasiibka adduunyada aad ku leedahay oo inaad ka guursato oo cabto oo cunto ha iloobin taa ku dheedo waa lagu fasaxay bay ku yiraahdeen qaarun waa ninka weey nabi ilaahay muuse ina adeerki weey qaarun bin yasar bin qahis nabi muuse nabi muusa bin imran bin qahis بن اللاوة بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لاوة وقوشك بن ودوي بن اللاوة يوذان وقوشك بقرطو يدوي قرطا لبن إسرائيل مركوا إنا ذلك وقارون بن يسر بن قاهز يموسى بن عمران بن قاهز وإلى المعادل ولكن أبوك ببالي مركوا ردوا وقوا مناي مركوا لصوت الله بسيناء اللي يمد وأرض فلسطين اللي يمد يوكبري ومدى حكورتها حول ألا سيئ إن قارون أنك قارون كان وحوها من قوم موسى موسى قوم كيسوها فبقى عليهم وكو كبري وكرب يسوق هذا وو يسي واتيناه وانسين من الكنوز حول حقون ما شيء إن مفاتيح فرياشي سؤكليه لتنوء أي عصلين بالعصبة الجماعة وللقوة حوق صاحبه بالمثل أفرطا بغلوظة وكالي يددك قاركود إلى هذين إذ وقت بي أهد وقت قاسي قال له قومه تلكي أي كوي لهذين لا ترفح ولا فرح فرح كبير فرح نيهم إن الله ألا لا يحب مجع على الفرحين كوى كبيرة البدرين كوى كبيرة مجع على الله سبحانه وتعالى وابتغي الظلم فيما أتاك الله وحال لو كسيوه انتئة الدار الآخرة الدارة آخرة كود الله إن أتكجر نقشه وغشقه أو صدقه وأدوك كل حاجة يسوى كذا عيسو ولا تنسى إلهي هكذا معناها نصيبك سبك الله من الدنيا الدنيا أدخلها أيضا لين تكبر ستود عبتو عنتو وتقولي كسم يستو والجو يقولي هاي وحسن سمفل كما أحسن الله إليك سيد الله كوس سمفل وردت كم بها أوس سمفل وفقرة وحسين سيد أديك وحنتي ذن كوس يجي أديكون ديس سمفل إلهي بكون سمفل أيه شكر جدي الله إما وبيلا innaga hada sidoo kale way qofkii Ilaahay aan taysiyo waa inuu sadaqayso ummada fuqarada ah oo ku sadaqayso inuu cuno oo guri ka sameeyo oo ka guursado oo waa loo ogol yahay wax dhiba ma la taas wa ahsin samafal kama ahsanallahu alla sidoo u samafalay ilayka adiga xagaaga wala tabghi had fadin al fasad fasad fil ard dulk fasad galimo iyo shar iyo wax daran wa dulka raadin baalay لا تبغي الفساد فساد هالرادين في الأرض دولك الحديثة إن الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعل المسيدين كوة فسادية الله مجعل فساد قال لماذا كوكا يدباتوين كي كلا أولا قال وحيد مركز هذا تركي أوانيين يوضع عضوة إنما أتيته حوله هو اللي سي على علم علم وعندي أنا أكتيد هذا وقال له بأوحي هاي inaan mutayb u ogyahay on u cunamo marka su'aal la yahay walum yaclam miyaan u ogeyn annallaha alqad ahlaka inu halaagay min qablihi isaga horti min alquruni qarniyal man dad huwa isagu ashadu ku xog badan min isagu ku xog badan quwatan xaq xoga wa aksaru ka badan jam'an xaq xoola ururinta ama jam'an xaq la dheeranimada wala yusalu lama waydiyo an dunubihim dhimiyalkooda almujrimuna qiyaamaha markii la tago dambigooda lama waydiyo dadka mudin in si kale loo xumeeyo mooyee away waxaad caabudi jirteen sida in la yiraahdo dambigiin muxuu ahaa iyo waxan ma sameeyseen midna la dhimaay dadka muuminiinta waxa la dhigi
dambiga noocaas ma samaysay ka ma samaysay markuu qirso yaa loo sheegay in loo dambi dhaafo kitaabkiisa midigta laga seen muuminiinta laakiin gaalada cid wax su'aali mayso horey naarta ka galeen oo looga kaxeynaya dambigi waa ku cad waa dadagta dacwada la keeno xafiiska la keeno oo dambigi lagu daba wado oo kale saasoo kale way wuxuu ninkii qaaruun ahaa cilmi aniga agtayda yaan xoolahan ku helay siyaal wadaba culimadu ku fasiraanay aniga ganacsi ku keenay qoli waxayna kiimiyadu yaqiinay kiimiyadu marka waa baadil wax jira ma aha kiimiyadu macneedu waxa weeye dhagax iyo waxa uu dahab ka dhigi kara intu wax sameeyo farsamo sameeyo dahab ka dhigi kara culimadu waxayna waa baadil wax shay bedeli karaay ma jiro awliyada karaamadeed qofka waliga karaamadiisa haddii intu Ilaahay bariyo dhagax meesha yaala Ilaahay lacag uga dhigi kara qofka waliga oo bilmetel nimba qof fakir yaa u yimid isagoo waxba haysan nimbu yu bariyay dhagax intuu qaaday oo saa gacantiisa ugu rogrogo Ilaahay bariyay yu diba dahabay buu noqotay awliyada way u noqon karaan laakiin qof isagu sanaca ku bedeli kara ma jiro waa baadil marka taas marka wuxuu u jeedaa cilmi agtayda diwaan ganacsado aniga shaqaysay oo ganacsigaan aqaana ama Ilaahay baa og inaan u cunno oo raganimada leh oo fiicnida leeyahay Allah baa ogbuul oo Ilaahay baa isiyebulay marka waxa la leeyahay Allah wuxuu leeyahay miyaanu ogeyn in isagu horti qarniyaal la halaagay kuwa isaga ka xoog badan xagga awooda oo ka xoola badan oo ka laan dheereysan in la halaagay ma waanu ogeyn yaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xoog adigu aad leedahay uguma faani kartid Allah hortiisa xoog aad leedahay kuma faani kartid waan xoog badnaa sidana ma dhigi kartid Ilaahay haduu ii idin saasay yeelide laakiin saasay yeel hadhe qaal wuxuu li ninkii qaruunaha inama utiituhu waa la isiiyey xoolahan calaa cilmin laajli cilmin cilmi dartu cidi aniga agtayda oo ganacsigaan aqaana calaa cilmin indii oo cilmi anigu aleh Ilaahay baa og inaan qiimo badnahay Allah wuxuu leeyahay wal ma yaclamiyuna ogeyn annallaha alleh qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga horti min alquruni qarniyaal man dad huwa isagu ashadu ku xoog badan minuu isagu xoog badan quwatan xagga awooda wa aksaru ka badan jamcan xagga maal ururinta walaa yusalu lama weydiiyo can dunuubihim dambiyaalkooda almujrimuuna weydiin qalbi dilaacina mooye weydiin cilmi ah oo ma samayseen ma la weydiinay fakharajuu subaxi maalin maalmaha ka mid ah calaa qowmi tulki fi ziinati quruxdiisi qaala alladiina ku waxay dhahay yuriiduuna doonayay alhayata dunyada noloshaan dhow oo adduunyada jeclaa muslimiin bay ahaayeen yaa layta lana haduu noo sugnaan lahaa midla ma uutiye wixii la siiyay qaaruunu innahu qaaruun laduu xadlin dhaasmidu saaxiiba way cadiimin oo weyn maalin ciidu soo baxay quruxdiisi buu soo baxay wuxuu soo fuulay intaasoo faras intaasoo baqlood intaasoo khaadim intaasoo adoon intaasoo xoolihii dharkii oo wada la wada qurxiyay yuu la soo baxay ugu dhoola tusanaya uu soo baxay marka uu tusayaa dadkan uu tusayaa inuu heerka gaarsiisan yahay marka qoladii yar adduunyada jeclayd baa waxa Allah taa sidan oo kale waxa Allah waxa isaga Allah siiyay haduu Allah nasiin lahabay waa nin aad dheef badan oo bayd xasiina dhow kama shaalayda tan oo kale xasadka waxa la yiraahdaa inuu doonto in ruuxa waxa uu haysto uu ka juulo ka baba xasidku waa ka iyagu ma ina xasiin ilaahu soo kale yaa naga dhigay kama shaaf Soomaaliga lagu yahay uu kantay saasaydaan qoladaas fakhraja wuu soo baxay ala qowmi qoomkiisi fi ziinati bu soo baxay wixii rakuub ahaa la fuulayay iyo wixii dhar ahaa qurux badnaa wixii khaadimiin ahaa wixii oo dhan buu la soo baxay qaala alladiina ku waxay la yuriiduuna doonayay yaani jicla alhayata dunyada noloshaan dhow hadda muuminiin bay ahayn reer Israa'iil bay ahayn yaa layta lana haduu noo sugnaan lahaa misla ma shay oo kale uutiye la siiyay qaaruun la siiyay innahu qaaruun laduu xadin dhaafmidu saaxiibuhu cadiimna way waqaala alladiina ku waxayna uutul cilmiga la siiyo caqliga lahaa way la kumar hoogoyin sawaabullaahi alla sawaabkiisa khayru ka khayr badan liman buu uga khayr badan yahay aamana rumeeyay wa amila camal falisaalixan camal wanaagsan walaa yulaqaaha lalaba kulmiyo kelimadda xigmadda ah ila saabiruuna kuwa sabray mooyaan waxaa kaloo lagu fasiraa walaa yulaqaaha jannada lalama kulmiyo ila saabiruuna kuwa sabray mooyaan sawaabullaahi khayrun ila waa jannadii buu sheegay sawaabullaahi khayr khayrka iyo sawaabka alle
qolada sabruun baa la kulanto aheshay qoladii cilmiga lahayd oo aqaliga lahayd oo wax fahamsaneyd waxa yiraahdeen war qabla mooyi sawaabka Allah ka fiican qofka muuminka uga fiican sawaabka Allahna qof saabira mooyo qof kale ma helo bay saasay ku yiraah qolada horan hadda ma xasin ogo wiyad dhawaayeen waqala alladina ku yiraahdeen oo tul cilmi cilmiga la siiyay way lakum hoogoyin ثواب الله إلهي ثواب كيسة أو جنة ذا يا خير كخير بدن لمن آمن قفك الرمي وق خير بدن يهي وعمل عمل فليصالح عمل وناسا ولا يلقاها ثواب كلا لما كل ميو إلا صابرون كوا صبر مويان فخسفنا واللقيني قارون به قارون وبداره دار كيسة الأرض ذلكي فما كان أمسكنا لله سوى من فئة جماعة يسرونه أقرقار من دون الله ألا غير كيئه وما كان منعون أهان من المنتصرين كو أقرقار سبا يسوي سدفاعه نلكي بألا لقوي سيقي دارتي سيبه وحو أقرقاري إيا وحو قرما مدنا ماله وحل ليه السببك ونلكو ألاقوهي قبض بو أيمد قبض بو انتو فرحميي walla aqbada siyeeb iyo waxa tira marku shirka Muuse joogo Muuse ay farxumeeyay dhawrka Muuse la dhig saadex buuri lacag xoolo badan uu siiyay Nabi Muuse shirki jooga yey gabadhii tira Muuse ay farxumeeyo sidana ay galay Nabi Muuse uu gariiro uu yaabay intuu laba raqacado tukaday yuri gabadhiyahay Ilaahi badda inoo kala jeexay oo Fircoon idin ka soo nabad galiyay baa kugu dhaariyay runta sheeg buuri hadaad Allah igu dhaarisay نكاسا لعق إسيه يصدى ده إيدي بيتني وأنا أستغفر الله وأتوب إلى الله بيتني إلهي بأنك غفران ضلبي وأنا أطوب كان بيتني مركاسو إلهي بريي مركاسا لي نلقى أمر سي نلقى أمر سي مركو أمريبو لقو أضي هلكا مركو جو موسى وموسى وعوضي موسى وحالول أضيق بوهي ونحيوهي مركا وحالي يدي وحالي قصد وحي سيقيسا الله wuxuu yiri dib dambe dhulka amarkiisa ruux dambe u dhiibi may muuse waxa loo adag buu aha aad u calool adag buu ah oo adag buu nin adag buu marka sababka uu u halaagsamay saasay ahay sababku uu halaagsamay loo habaaray saasay ahay waxa kale muuse oo xadiis saxiixa muuse deegooni buu u meedan jiray meel gaar ah ku meedan jiray markaasay waxay ilaahdeen oo qaaruu faafiyay sheelu leeyahay beedhe muuse saasu dadka agtiisa ugu meedan la yahay haday isma qaawin karo isma tusi karo darki intuu iska dhigay soo meel cilaa jooga yuu dhagax dusha ka saaray dhagax baa la cararay uu ka daba orday ya hajaru sawbi ya hajaru sawbi dhagax isuu orday boqoladii dhex galay way arkeen markay inuu muuse una ceyb lahayn way arkeen marka xadiidku wuxuu sheegayaa dhagax buu la dhacay qad qad buu xadiidku saasay oo ugu yaraan 7 goor iyo la dhacay dhagaxii taasuna waa qisa jibta taas iyada waa run marka sababku ugu gadoomay waa sida fakhasafna waxa la gooynay bihi qaarun iyo bidaarihi daatiisi al arda dulka fama kaanu umasugna lahu isaga min faatin jamaa'u yasuruna u gargaaro min dunillaha ila ghayrika wama kaana mana ahay isaga min al muntasirina kuwa gargaarsamay nabiyullaah maxamed kaleey salaatu wasalaam qaarun ma uuna dhahin wuxuu sa sheegay nin dhulka lala gooyay intuu cuquubo sameeyay oo ilaa hadda sii qabqablayn oo dhulka sii dhulaya nabiga sheegay waa run midaas laakiin waa qaruun uuna dhahin nabiga kaleey salaatu wasalaam wa asbaha waxay ahaadeen alladina ku tamannaw tamaniyay makaanahu meeshiis ya meeshiis nabiga bil amsi shalay yaquluna ku wayidahda way ka anallaha way wa yaabe ka anallaha li anallaha alle ilaa yabsudu rizqa rizqiga uu balaadiya lama yeeshaa qofku doono min cibaadihi oo qiimo rizqiga balaadintiisu qiimad uu qofku leeyahay ma aha way qadiru waanu ku ciliiliya qofku doono rizqiga balaadintiisu ilaan ma aha fiicni uu leeyahay ciliirigi sura ma aha qofku xumi uu leeyahay lula amanallahu hadaan anna lagu galadeysan lahayn calayna dushayna oo nabadgelyo nasiin lahayn la khasafa bina uu nala goyn lahaa way ka annahu way ويا كأنه لأنه شأن جدير وحويه لا يفعل الكافرون قال اللي مقول يستاهل وإذا سإعراب بدن بعلماء كانه إعراب وجيران طبعا إعرابات بأكانه مركزيا إنه أن كل غبا إني ينكدر نووي وتعجب
وأويدن ذاتك الصومالي ذوي ويدهني وتعجب مركا كأنذ نواتي تشبيه ذهين مركا خبر كذا مركو مشتقي هاي وحقيقة وهي مركا وعلة وهي مركو خبر كذا مشتقي والله علي لمت هاي قال لي شلي تمنيش شلي ذا وحلقة وذا هذا كوره وهي مركو زينة الله صباح يا مركا نقول خلقو أيه مددير بقول حيسي لكن شلي وقت جي تقول بالوقتين كوي شلي إنه وقت جي شلي أو كلا تاين واسو رجل أو سدا سين أو يكتاي فأذا مركي لعب قال لي شلي تمنيش ee ilaahu meeshii soo sidi soo kala ya naga diga lahayd waxay leeyihiin waa la yaabe ilaa allah subhanahu wa ta'ala rizqiga ninku doono u balaadiya adoomiisa kamida ee fiicidiba ma hayle rizq balaadku ku doonana uu ku ciliidiya xumiba ma hayle rizq ciliidigu hadaan allah na nabad gelin lahayn uu nala goyn laha oo sidi soo kala naga dhigo dulkaan nala goyn laha asbaha waxay ahaadeen alladina ku yitamanaw tamaniya yimkaanu meeshii إنه سيدي سوكا لنقضى بالأمس الشالي يقولون كوي إلى هذا وي ياب وي كأن الله لأن الله ألي يبسد الرزق الرزق إلى رب العالية لمن يساوقفك دم عبادي إلا الرزق بالله تفيعني بماءها ويقدروا كل إلى لمن يشاء رزق عليلين تنحو من ماءها وقفك بهاني هاي وإهاني سيهاي لولا أمن الله الله هدان نقوك الله ذي سن لهين علينا دو شياد أو خير نسين لهين وسيدي سأول نقدق لها لخسف بنا ونلقوا إلى هذولك وي كأنه وي ويابه كأنه لأنه إلى شأنه لا يفعل الكافرون قالوا ذم يقول إنسان الله وحليه تلك الدار الآخرة دارتها آخرة خير كبدا أقفك أشق إستأ وقليه سدي يظهر تين تاجم بالينو إشارة تلك تا الدار ودارتها الآخرة أدم بيسا نجعلها وحان أجيالي للذين كوا لا يريدون أن دونين علوا كبر أندونين في الأرض دولك أي كبران ولا فسادا وحبئن أندونين والعاقبة عربت وناكسن أي آخرة للمتقين كوى الله قد كبقى يسنات فالوحال اسكد إذا إلاد متقين تكمل نغطة اسكد متقين تإنا كمل نغطة بركة الله إله إلا الله محمد رسول الله آتنا قلبك كرم إسه أوليدي باتك صابيرتي مركض ناعاد ومربا مركض كدا عبدا تهبات ألا وقدوا ذلك أولي سنتهي اللي ولي معنيه سوى قريب إلى الله ولي معنيه سوى قريب إن أدولي كاملا نقطة إسكودي وألا أدوه دا عدد أردن الله دقول دوان يساوي تلك تاقيمها بدن اللي إذن كسو شاكي الدار الدار وي تلك تا الدار الدار تا تلك تا الدار الدار تا الأخيرة أدن بي نجعلها وحان أيالين وقلت لقلين للذين كوي لا يريدون أن دونين علوا سرين أن دونين في الأرض ولا فسادا والعاقبة عربت ورث للمتقين علي بن أبي الدالب بايري أما الفساد فلا نريد أما العلو ففي النفس الشيء يعني إنه قف شرف يا شوه لركيس يقول قيس يحرق هذا تاسم الفساد بما علو بما مايا والدبيع تاس نبا النبي يقول يا رسول الله وحال شعله يقولين الدر كيق إيه حال كيق الدر قروح بالناد تاسو كبر ماها markaad alla caabudeyso dar quruxsan xilo guri wanaagsan galo gaadiid fiican samayso way taas kibir ma waa inaad dadka yasto kibirku waa riddul xaq weeyo iyo dadka yasidiisa weeyaa qamdun nas wa riddul xaq weey kibirku waa taa inaad xaqna fadiido dadkana yasto kibirku waa ka inaad xaragooto dar fiican qaadato meel fiican degto kibir ma taas way fiican tahay way allah wuxuu leeyahay man jaa qofkii la yimaada بالحسنة وناك والله إله إلا الله محمد رسول الله ورسيده تهي فله حوصنا هذا خير وحكا خير بدا منها كلمة أجريء خيرك وحكا خير بدا من الله سينو الله أبا المريني أو الله بلابي إسهو كلمة وقفك بني آدم كجري وحا ألا سيباك خير بدا أو أغا خير بدا ديسه والله بلابي ومن جاء قفك لي مادة بسيئة حمان فلا يجاء لك أبا المرين مايو الذين كو يعملوا سيئة حمان تسميين إلا ما شيء مويه كانوا يعملون كوعمل فلا الله رحمة يسبل نف خير قفكم مركو السمايو وغيران تمن قربا لولا بلابي إلا تضرب بخور إلا ما الله حساب الله إنما يفصل عبرون أجلهم بغير حساب ذاتك صومن بس يوقلي لكن حمان قفكم مركو السمايو أنتي كليهم بلغة أبال مريم هدوك توبة كانوا نواصل هذا إلهي ده توبة دوافشية أنتم بلغة أبال مريم وكنا بقولها عليه الصلاة والسلام خير نكي وقسته وقلبك وقبطه السمعين
walaw la laabay toban baalaseen toban goor ugu yaraan shar ninkii u qasta oo samaynin waxba loo qori maayo haduu sameeyana intii kaliya baa loo qori allah raxmadiisa noo man jaa qofkii la yimaada bil xasanati wanaa falahu hawsuna ad khayr wax ka qad bad minha oo sawaabka allah haday wa farabadan yahay waman jaa qofkii la yimaada bi sayyi'ati xumaan fala yujaa laga abaal marin maayo alladina ku yamalu sayyi'ati xumaan ta sameeyay illa ma shaygimo yakaanu yacmaluna ay amal faleen wallahi subhanahu wa ta'ala.